عرض عليا ان تم الاتفاق عليه ان يكون اقصى سعر للمستهلك. فاحنا الحمد لله مشينا ده مع الزيوت، مشينا ده مع الرز، مشينا ده مع المكرونه، مشينا ده مع اخيرا مشينا ده مع العيش. اول ما نمشي بالطريقه دي هيبقى في نوع من الانضباط وعدم المبالغه في الاسعار مع حاجتين. نمره واحد انا بقول لكم عالميا الحمد لله الاسعار يا ثابته يا في اتجاه نزول. اذا لازم هنا عندنا تبقى يا ثابته يا في اتجاه نزول. والحمد لله سعر العمله ثابت واتجاه نزول. فاذا انا عندي حاجتين في اتجاه النزول، اذا انا اؤكد ان الاسعار في المستقبل القريب هيبقى فيها الموضوع في اتجاه النزول. هل السلع التمويليه هتنخفض؟ انا بتكلم على لتر الزيت الخليط من 100 جنيه لزيت، انا بقول 65 وفي ناس بتبيعه ب 59 و60 و61. ممكن يا فندم السلع التمويليه تنخفض؟ نازله. لا السلع التمويليه تنخفض. الزيت التمويلي الحر. الزيت الحر يا دكتور. الحر ما هو نزل 5. طب بالنسبه للسلع التموينيه نزل. السلع التموينيه بعد اذن حضرتك بتبقى على البطاقه. اللي على البطاقه دي محدده السعر وانا ببيعها ارخص من تكلفتها. الدواجن برضه نزلت بقت عند المصنع ما بين 5 بقى عند المنتج ما بين 85 75 ل 80 جنيه بينما كانت 85 فيها 85. هل اسعار اللحوم والدواجن هتنزل في المجمعات الاستهلاكيه؟ هي كانت 220 وبقت 280. طيب ده الفاشل ده السجاير اللي هو قصاده البلدي اللي هو ده بلدي تمام. ما هو برضه البلدي اللي انت بتقوله ما هو مستورد بس مطبوع عند جزارين عاديين فده هو برضه بلدي كان بيجيب 285 تمام. النقطه في والمجمد بنعمله